وبآخر فقراتنا رح نحكي عن الأعمال الخيرية وأهميتها بحياتنا، العطاء والمحبة وأعمال الخير قديش هي مهمة بحياتنا، وخصوصا بهي الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، لما بنرسم ابتسامة على وش طفل على وش شخص محتاج قديش هذا الشيء مهم بحياتنا بشكل عام. يا رشا، أكيد اليوم بشهر الخير وشهر العطاء بدنا نحكي ضمن فقرتنا لليوم عن جمعية العطاء، وهنون لهم 12 سنة من العطاء المستمر. خلينا نقول بعد ما بلشت الظروف والأزمة على سوريا تأسس هذا الفريق، بعدين صار جمعية، و12 سنة من العطاء أكيد مرقوا بأحداث كتير، ظروف كتير، وراحوا بنجاحات كتير وأيضا بصعوبات، وأكيد اليوم بشهر رمضان لهم برنامجهم الخاص، ونحن مقبلين على عيد الفطر، فأكيد اليوم في برنامج لاستقبال هاي الفرحة بحياتنا. حنروح لنحكي أكثر عن هي الجمعية. وضيفتنا لليوم هي السيدة عليا خيربيك، مؤسس جمعية العطاء. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا رشا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. بداية يعني مثل ما ذكرنا أنه الأعمال الخيرية من أهم الأعمال بحياتنا، أعمال الخير، العطاء، المحبة. خلينا نحكي عن الأعمال الخيرية وأهميتها من الجمعية خلال هذا الشهر الكريم والمناسبات أيضا. هلا اول شيء رمضان كريم للجميع. علينا وعليكم. تسلمي لي. هلا بخصوص شهر الفضيل، هو اكيد له كثير اهميه بعمل الخير والعطاء، يعني هو بيخلي كل الناس تتقرب من الله ومن الرحمه، بتحاول تتذكر التزاماتها وواجباتها تجاه الاخرين. ف يعني هذا الشهر هو لحتى الواحد يعطي ويساعد كل المحتاجين. بشكل عام نحن كجمعية أو بشكل عام كجمعيات نحن ما كتير بيتغير، يعني عنا فرق بين شهر رمضان وباقي الأشهر، لأنه دائما لازم نكون عم نشتغل بمجال العطاء والمساعدة، بس بيكون في عنا برامج مخصصة لهذا الشهر الفضيل والأعياد أكيد. طيب خلينا نروح ل خلينا نقول خطوة أو نحن كتير مهمة وإنسانية جدا بحياتنا، ويمكن كتير مننا ما كتير بتذكرها، يعني إنه نحن بيوم الأيام إنه أنا أروح على دار مسنين، حتى لو ما بيعنوا لي الأشخاص الموجودين بصلة الرحم، يعني ضمن الدار زورهم تفقدهم ولو بكلمة طيبة. اليوم بعيدين نحن عن الأمان، يعني هاي القصة، اليوم كان عندكم زيارة لهي الدار، خبرينا عنها، كيف كانت هيك التفاعل؟ قد ايه انبسطوا فيكم؟ هن انبسطوا فينا كثير، نحن انبسطنا كمان، بس نحن جدا تاثرنا بصراحه. صحيح. هو زياره الدار كانت بعيد الام، مناسبه عيد الام، يعني هي كانت مؤثره اكثر لانه مناسبه، يمكن المناسبه جدا خاصه، فاجباري. صحيح. تسمعي حتوته من هون قصه كثير، سمعنا قصص وكثير زعلنا، لانه فعلا يعني في كثير سيدات عندهم اولاد وما عم يزوروهم، وهن الناطرين كانوا بصراحة، فنحن كتير زعلنا وتأثرنا. نحن كفريق حبينا ننظم هيدي الزيارة بهي المناسبة، ونحن اللي بادرنا يعني بتقديم الهدايا، يعني مننا كأعضاء، ورحنا لعندهم، قضينا عندهم وقت منيح، كان في إفطار وكان في سويتوا نشاطات ايه، وسمعنا كمان إدارة الدار إنه هنن شو أكتر شيء بيحبوا، شو بيحتاجوا، شو لازم نقدم لهم مرات القادمة، لأنه نحن هي زيارة كانت زيارة تعارف على الوضع، مو بس تعارف، لا هي كانت إنه مناسبة، فنحن حبينا ما نتطرق لأي حديث مزعج أو أي شيء بيحزنهم، بس الزيارات القادمة أكيد بدها تكون لهدف إنه نشوف هنن شو لازمهم، يعني إن شاء الله. تمام. اليوم إذا بدنا نحكي عن أهداف الجمعية، من هنون الشرائح اللي بتقدم لهم الجمعية المساعدة، وكيف بتتم هاي المساعدة؟ هلا اليوم الشرائح اللي محتاجة المساعدة هي مو مخباية حالها، يعني هي صارت واضحة. تمام. ونحن بما أنه كجمعية فعالة جدا على السوشيال ميديا من خلال جروبنا صبايا، نحن بتوصلنا هاي الحالات بشكل مباشر من جيرانهم، من قرايبينهم، من رفقاتهم، فنحن بنقدر أنه نوصل لحالات فردية بشكل سريع. هلأ في شغلة كتير مهمة، أنه نحن أول شيء بيتم التأكد من الحالة، وعلى هذا الأساس نحن بيتم المساعدة، بس نحن بشكل عام توجهنا دائما للمرأة، الطفل، نساء يعني اللي ما عندهم معيل، نساء اللي بحاجة فرصة عمل نحن بنقدم لهم إياها، سيدات اللي بيكون حابين أنه محتاجين يعني شيء، بدهم دعم بسيط، بدهم مساعدة بسيطة، بدهم علاج، في منهم كتير يعني بيكون عنا عمليات نحن بنتكلف فيها، فبشكل
بصراحة يعني بنحاول قدر الإمكان أنه نوصل لكل الحالات الصحيحة والصادقة. اليوم أي إنجاز أي عطاء منكم هو له تأثير جدا إيجابي بالمجتمع، وخاصة ضمن الظروف. اليوم نحن دائما نقول أي شيء بنقدمه حتى لو كان صغير مفروض ما نخجل فيه، كل حدا حسب استطاعته وحسب الإمكانيات المتاحة. اليوم نحن عم نودع شهر رمضان ومقبلين على عيد الفطر، ما بعرف عندكم شيء عم تجهزوا شيء؟ خبرينا أكثر. أكيد نحن عم نحضر شيء للأطفال، ورح نتوجه للأطفال اللي هن حظهم قليل شوي، اللي هن عم يتعالجوا بمشفى الأطفال. رح نكون معهم ومع أهاليهم اللي ناطرينهم واللي هيك حابين هالسنة هيك يكون. رحتوا عملتوا؟ لا هلأ على العيد إن شاء الله. يمكن الأعداد تكون كبيرة، يعني مشان تكوني بالصورة يمكن الأعداد تكون كبيرة اليوم بمشفى الأطفال موجودة. عنا تفاصيل كاملة عن الداتا وال أنتوا قدها إن شاء الله. بالنسبة للأشخاص اللي بيجوا بيقدموا على الجمعية أو بيسمعوا أنه هي الجمعية بتقدم مساعدات عن طريق حدا، حبوا يقدموا على هي الجمعية لا يستفيدوا من هي المساعدة، شو هي الشروط، شو هي التفاصيل ممكن ياخدوها، شو هي يمكن الأوراق أو القصص المطلوبة منهم من الجمعية؟ هلأ بشكل عام نحن كجمعية بنميل للشق التنموي أكثر من الخيري، يعني نحن جمعية تمويل ذاتي ولا نجمع تبرعات، فلهيك نحن شوي متوجه لأمور تنموية، مثلاً تمكين المرأة أنه هي تقدر تشتغل تعتمد على حالها. بالنسبة لنا أهم أنه هي تستنى المساعدة أو دق أبواب، يعني أنا بلاقي هي شغلة أساسية. بخصوص الأشخاص الحالات اللي هي غير قادرة على العمل، نحن هدول الحالات أكيد بنقدم لهم المساعدة بشي اللي هي بتطلبه. أكيد منشوف الثبوتيات، الأوراق الثبوتية، منشوف إذا في معيل ما في معيل، منتأكد من كافة التفاصيل، أكيد عدد الأطفال ونوع المساعدة هي شو محتاجة، على هذا الأساس منحاول نقدمها. طبعا إذا ضمن إمكانياتنا، إذا شيء مو ضمن إمكانياتنا نحن ما منتركها، بس نحن نتواصل مع جمعيات تانية اللي هن أصدقائنا، أكيد منحاول ندلها لوين تروح يعني. واليوم ذكرتي نقطة عن التشبيك، وقد اليوم مهم هذا التشبيك بينكم وبين الجمعيات الأخرى، بينكم وبين الشؤون الاجتماعية. يعني اليوم العمل كونه نحن عم نحكي عن عمل إنساني خير، فنحن اليوم تشاركية جدا مهمة. طبعا مهم، نحن أصلا كجمعيات وكوزارة بنكمل بعض، يعني نحن كل حدا بيدعم الثاني، إن كان منغطي حالات بعض، إن كان هن بحاجة مثلا شيء تنموي أو مثلا عندهم حالات بدها فرصة عمل، هن بيتواصلوا معنا إنه نزلوا لنا هاي الحالة، حاولوا تأملوا لها فرصة عمل. مثلا كمان نحن بالمقابل نبعث لهم حالات بحاجة سلة غذائية مثلا، هن بيكونوا جمعيات بيتواصلوا مع المنظمات بياخدوا مواد غذائية فبيقدموا لهم، يعني بنحاول نكمل بعض أكيد. تمام. يمكن اليوم بهي الظروف كتير صار في أعباء على الجمعيات الخيرية. اليوم حضرتك ذكرتي أنه أنتم ما في أي تمويل، اليوم المجتمع المحلي شو دوره تجاه هي الجمعية؟ هل في أشخاص فعلا بيدعموا هي الجمعيات أو كجمعيتكم بالتحديد؟ هلأ نحن مزبوط أنا ذكرت أنه ما في تمويل، ولكن هذا الشيء مو لأنه ما إجانا تمويل أو نحن ما قادرين نحصل على تمويل. نحن كجمعية أكيد بنقدر نتواصل مع كافة المنظمات الدولية، نقدر نتواصل مع كافة المنظمات الداخلية أو الحكومة تماماً. بس نحن شوي مثل ما ذكرت منميل للشق التنموي أكثر من الخيري، يعني أنا ما بلاقي حالي بتوزيع السلة الغذائية مثلا، فبصراحة شوي بعدت عن هذا الموضوع. بس نقطة كتير مهمة أنه اليوم نقطة مهمة ما تستنى مثل ما ذكرتي أنه المساعدة أنه فعلا هي تتأهل اللي قادرة طبعا أنه تشتغل تمام. أي عمل معين أنه يفيدها، لأنه هذا الشيء مستمر أكثر من المساعدة. أنا بلاقي أنه اليوم في جمعيات هي اختصاصها هذا الشيء، وهي مؤسسات كمان مو بس جمعيات، وهن عم يقوموا بدورهم يعني بصراحة، فما بلاقي أنه في حاجة أنه أنا كمان فوت بهذا المجال. بلاقي أنه الحاجة الأكبر هي أنه الناس تشتغل، أنه ما يضلوا ناطرين أو معتمدين على حدا، يعني أنا بلاقي هي بكتير أهم بصراحة، فعم حاول أنه أشتغل على هذا الموضوع. إن شاء الله من لكم تكون ألف عافية. أكيد اليوم حضرتك مؤسس لجمعية العطاء،
إذا بنحكي عن الفريق، عن هاي الصلة اللي أنت أكيد اليوم القائد هو قادر يكون مع فريقه بالحب، يعطيهم العطاء قبل ما يوزعوا للناس. اليوم إذا ما حبيتوا بعضكم، ما كان في هذا خلينا نقول الانجذاب بين بعضكم، أكيد ما رح تقدموا شيء. خلينا نحكي عنكم بشكل خاص، يعني عن فريقكم. هلا نحن بشكل عام كفريق، نحن ما في قائد او مقائد، نحن كله كونك مؤسس الفريق، يعني حتى كمؤسس يعني انا بلاقي انه نحن بنكمل بعض، ونحن دائما كل شيء بيكون بالاجماع وبالتشاور. يعني في عنا كافه الخبرات بالفريق، بيكون في عنا مثلا محاميه بتفهم بامور القانونيه، بيكون في صبيه مثلا طبيبه، في ممرضه، في يعني كل حدا بيعرف حسب نحن شو الفعاليه ولوين متجهين، فكل واحد باختصاصها بتعطينا المعلومات اللي نحن بحاجتها لحتى نقدر نشتغل بطريقة صحيحة بدون أخطاء. فكل شيء بيكون أكيد محبة أساسية، التفاهم هو شيء أساسي، وأنه نحن نعطي فرصة لبعض انه نسمع لبعض ونعطي يعني رأي، يعني انه تعطيني رأيك اعطيكي رأيي ونتشاور. فاكيد هذا الشيء. قد عددكم استاليا؟ نحن عددنا كمتطوعات كبير، ونحن عندنا تطوع بوقتك، مو ما في شيء الزامي. في كثير صبايا حسب الفعاليه بننزل بالجروب انه صبايا اللي حابه تتواجد. في اعمار صغيره دخلت معنا في طبعا في اعمار صغيره، في اعمار كبيره، في معنا تيتايات، في كثير صبايا من كافه الاعمار. صبا الروح نحن عنا، بس كأعضاء أساسيين نحن 6 أشخاص. خلينا نحكي شوي عن الأعمار الصغيرة وانسجامهم بهذا العمل ومع الفريق كمان. هلأ دائما الصغار هن بيجوا يا مع أمهاتهم، في معنا كتير صغار بيكونوا جايين مع أمهاتهم، وخصوصا لما بيكون في عنا فعاليات كبيرة، خصوصا أنه لما كنا مثلا بيكون عنا فرز ملابس، بيكون في هيك أنشطة، فهن دائما بتلاقيهم حاضرين، بيحبوا هذا الشيء. ايه طبعا بيحبوا، أهاليهم كمان بيحبوا أنه هن من صغرهم يتعلموا تماما على فكرة المساعدة، فكرة تقدير النعم، فكرة العطاء، فبيجيبوهم معهم وبيبلشوا من الصغر. يعني اليوم هون يعني ضويت على نقطة كثير مهمة وهي ثقافة التطوع. اليوم قديش مهمة تفعيل هاي الثقافة وتعريف الناس فيها، مو ضروري بظروف تكون صعبة. يعني احنا اليوم الأمانة مرقنا بظروف كانت مفاجئة للجميع. يعني الفرق التطوعية نزلت على الأرض، خلينا نقول كانت الخبرات ما كتير، لأنه نحن ما لنا مهيئين أصلا، كنا خلينا نقول كارثة الزلزال مثلا، يعني الأزمة اللي مرقت يعني. ولكن رغم كل هذا الشيء قدروا يعملوا شيء بالإمكانيات المتاحة. نحن قديش مهم بأيام السلم، بأيام الخير، دائما نشتغل على تفعيل هاي الثقافة. أكيد كتير ضروري وكتير مهم، بس أنا بقول لا، نحن صار في عنا خبرة كافية بصراحة، لأنه نحن حالياً للحقيقة أنه ما معقول يعني إلنا عمر وهالأجواء الحرب وبعدين زلزال مثل ما قلتي كورونا وكورونا، فلا للحقيقة نحن ختمناها وأمورنا تمام، صار في عنا خبرة كافية. بس إن شاء الله بالخير يعني. بكفي، بس منقول دائما أنه أكيد هي فكرة العطاء وفكرة المساعدة، بتعرفي أنا بقول هي كل عمرها موجودة. يعني نحن بشكل عام سوريين يعني هن أهل الخير وكل عمرهم بيساعدوا. ما كان عندنا سوشيال ميديا لحتى نعرف، ما كان في تمام حدا يلقي ضوء على هاي التفاصيل، هاي على هالفعاليات يعني. نحن هلا عن جديد لحتى صرنا نطلع ونعرف وكله عم بيوثق وكله عم بيصور وكله، وأنا ماني ضد بصراحة، أنا مع إنه الخير ينحكى عنه، أنا مع أنه لأنه الشغلات المنيحة هي معدية غير إيجابية، مو غلط. صحيح. مو غلط، ولازم ينحكى عنا، ولازم دائما حدا يقتدي بحدا وحدا يقول صحيح. أوكي مثلا جابت فولوورز من وراء عمل الخير، فبدي أجيب فولوورز أنا، ما علي شي، برافو جيبي فولوورز بس عملي خير، مو غلط يعني. أنا ماني ضد بصراحة. وأنا بقول دائما نحن للأسف بسوشيال ميديا كتير بنحط سبوت أو ضوء عفوا على أمور السوداء، دائما اي اساءه، اي شيء سيء، اي فضيحه، اي شيء بتلاقي دائما ترند بتصير، فليش لحتى شيء حلو وشيء ابيض ما يكون ترند؟ يعني انا مع انه ينحكى عنه وينذكر، وحتى الحالات اللي بدها مساعده تنتشر يعني، وخلي اكثر من حدا يحاول يفيد هاي الحاله، يعني شو المشكله، شو المانع؟ تمام. فبصراحه انا بقول انه
عمل الخير لازم يستمر، هو كان موجود وهو هلأ موجود ورح يضل موجود، لأنه بشكل عام يعني سوريين شهمين وطيبين، شعب طيب. شدنا هي الفزعة يعني والشهامة بأيام الزلزال، يعني كان في فزعة كتير حلوة يعني. طبعاً طبعاً، ونحن يعني من الجمعيات اللي لامسنا هذا الشيء، لأنه نحن بشكل عام كنتوا على الأرض، أنتوا قدرتوا توصلوا لهذا. طبعاً نحن فريقنا توجه للقرى للأرياف الساحل وحما وتواجد مع كل الأهالي وطلعوا قوافل، كل هالقوافل جمعت من الستات ومن الصبايا، لأنه نحن بشكل عام جمعية صبايا وفريق كلنا صبايا، فدائما نتواصل مع صبايا مثلنا ومنطلب الدعم منهم. وما حدا قصر يعني، عالم نزلت غراض بيتها، عالم نزلت اللي برا البلد، بعتوا مصاري، بعتوا حليب أطفال من لبنان من الأردن، فللحقيقة يعني كان في يعطيكم ألف عافية. ومن خلالك بدنا نوجه تحية لكل صبايا العطاء اليوم. شكرا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها، شكرا لكل شيء عم تشتغلوا عليه ضمن الامكانيات الموجوده عندكم. نتمنى هيك نشوفكم بمشاريع جديده انسانيه وخيريه اكيد. شكرا ست عليا خير بيك، مؤسس جمعيه العطاء، لحضورك اليوم. رمضان كريم عليكم. بدي اتشكركم، بدي اتشكر فريق العطاء، بدي اتشكر صبايانا كلهم، والاخباريه السوريه انه دائما بتذكرنا، دائما بتتابع كل شيء حلو، كل شيء حلو وكل شيء خير انتم دائما معه، فبتشكركم. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. وانت بألف بخير اكيد. بنتشكرك وبنتشكر كل اعضاء الفريق، ودائما هيك بالتوفيق والنجاح والمزيد من العطاء لكم. شكرا لك. شكرا لك.